وأخضرنا مع المدرب روبرتو مانشيني اليوم يدخل بتشكيل يعني تجربية أقوى مما حصل أمام في التشكيلة الحالية. كرة موجودة في الجهة اليمنى، فهد المولز للتهديف كبير. أوسيمين عنده 20 هدف، يسجل مع باسي لحارس المرمى أوزوهو، عدد كبير خطيرة طبعا للمنتخب النيجيري بيد مايو 2022. و بالكرة إبعاد من فيصل غامدي، تأتي الآن تسديدة أيوبي، هذه تسديدة عائد للمنتخب النيجيري. بتعدي والعويس يبعدها بشكل جيد، تعود تشوكويزي الحمدان حكم اللي معنا في الصورة. كرة في المنتصف الآن، عبد الله الخيبري يلعب الكرة في الجهة اليسرى للمنتخب النيجيري، هي كلها جهة قوية. يمر في الكرة الآن انطلاقة للمنتخب النيجيري، عرضية تأتي الآن سعودية موجودة مع حسان المن. عبد الله الخيبري جيد في صراع الكرة، لكن هنا طمنا بمستوى ممتاز. هذه الكرة اللي كانت مسافات أعلى في التحليق، وإن شاء الله أخضرنا يحلق 13 إنياميشي، بالتأكيد إن شاء الله يكون له فائدة وإن شاء الله يكون تطور يده. لاعب رقم 3 في الاشتراك بين أوسيمين، تقدم تشوكويزي تمريرة وفرصة ومتابعة، ولكن للأخضر الآن يمسك كرة، تصنيف 57 للأخضر، الصغير بالسن 23 سنة مدافع فول غامدي. وهنا كرة تأتي في الجهة اليمنى، عبد الهلال وصلت للكرة، وصلت للكرة خطيرة، يحاول لكن انقضاض جميل من ناصر. هنا لعب الميلان 28 مباراة دولية قط في ربع ساعة في هذه المباراة، هذه تمريرة وصلت لفيصل، هي الكرة كان جيد، لعب كمهاجم في المباراتين الودية السابقة لنيجيريا. لعب فرصة أوسيمين وصلت للكرة في مكان خطير، تابع وهذه العرضية ممتاز جدا. مرات القليلة أن يلعب كظهير أيمن كقلب الدفاع، لك عبد الهلال العمري بمتابعة مع تشوكويزي اللي ترك الطرف اليمين. الأخضر الخروج بالضغط لكن خطأ لبوني، تمرير وهيئ الكرة وسدد مباشرة، لكن أوسيمين خطير، أوسيمين خطير، أوسيمين يهيئ والكرة. تتكلم عن هالاند، تتكلم عن التصنيف بسرعة الآن. إيبوهي مرر كرة مع عبجح في الحصول على الكرة ولعبها صح، يعني تصرف كل شيء بشكل ممتاز. كان من ضمن الأسماء المنضمة أخيرا لاعب يعني حاضر برتم عالي في رأس البريكان، تطورت خاصة النيجيرية ولا والتأهل كان فقط بالفارق المواجهة. أوسيمين من أمام فيصل، افتكاك جميل من فيصل، هذه كرة عرضية إني، لكن نحن في فترة بناء وعمل. أدي مولا لوكمان 25 سنة نجم أتلانت، راح ينفذ الكرة ثبت الآن عالية وبعيدة، لكن متابعة اللي فاز في أولمبياد أتلانتا في عام 96 وتفوق على الكبار مالي مباشرة بعد العودة. هنا كرة تأتي أوزوهو، هذا أوسيمين، تحركه وصلت لي أوسيمين، لي أوسيمين، لي أوسيمين، هيا قادم من الخلف تضيع إنياميشي، أوسيمين والعويس والكرة تشوكويزي يسدد. لكن الكرة النيجيرية منتخب نيجيريا كأس العالم أمر عادي، أخيرة تبقى يعني اللي هي اللي تفرق اللاعب النيجيري عن أي لاعب. هاد كأس العالم 98 يقول هذا اللي ترك الكرة، والكرة لازالت على الخطوة إلى خارج أرضية الملعب. وجهت نادي الأخدود عيد المولد والعديد من الأسماء الشاب، وبالتالي حكم المباراة خطيرة، تأتي للوكمان سريع، لعب الكرة تشوكويزي وصل بسرعة الكرة. السعودي ناصر الدوسري يخطأ برمي التماسة خارج أرضية الملعب،